امتى الست تشارك في يعني تبقى تقوم بمهام الرجل مع الرجل؟ امتى بقى يا دكتور؟ لو هما الاثنين لسه متزوجين يعني. اه لما تلاقي ان جوزها جايب اخره في كل حاجه، يعني عامل اللي عليه قوي ودي اخره، دي مقدرته، دي قدراته، خلاص ما عادش ينفع يعمل اكتر من كده. وطبعا كل الست لها سنس، يعني عارفه طبعًا جوزها وعارفه دي امكانياته وعارفه ده يعني نزل ودور وعمل وجاب واشتغل شغلانتين مثلا، يعني ما عادش فيه يقدر يعمل اكتر من كده. تساهم، وبتساهم بقلب جامد وبصدر رحب، وبتبقى مرحبه جدا لان هي عارفه ان ده ما عادش ينفع يجيب اكتر خلاص من هو عمل اللي عليه، هو مش عارف خلاص، هو جاب اخره زي ما بنقول يعني. فساعتها بقى هي بتقوم بالدور، ويا ريت المقابل يكون كويس. طب حضرتك برضو دلوقتي سالتيني سؤال، لما انا بقول لك امتى الست تقوم بدورها، فانت قلت لي متجوزين، قلت لك اه. طيب لو متطلقين، ما هو برضو على فكره مش بتكلم بقى عليه، ما هو انتوا متطلقين بس في اطفال ما بينكم، امتى الست برضو او امتى الراجل، نعكس بقى السؤال، امتى الراجل بقى يقوم بدوره برضو هما متطلقين؟ لان الراجل على فكره هو مش دوره على فكره مكنه اي تي ام صاحب فلوس وخلاص، لا خالص، هو بعد حتى ما بينفصلوا لا هو ليه دور برضو مكمل على فكره، لان هو اب للولاد دول سواء متجوزين او منفصلين. عشان كده انا سالت، لان كتير بيجي الاقي سبب المشكله تنصل الاب تماما. أيوة. الاب طلع من الصوره بشكل نهائي، وكان الانفصال عن الاسره مش عن الست. مش عن الست. انت عندك اطفال مسؤوليه، وهيفضلوا مسؤوليه مدى حياتك. طول ما انت عايش انت مسؤول عن الولاد دول. ده بيبقى عندي يا دكتور ولا هو بيبقى طبيعه الراجل بطبعه ان هو الاثنين؟ الاثنين. اه ممكن يكون طبيعته اصلا ان هو كده يعني، او ممكن يكون اصلا انفصلت عنه عشان هو كده، هو مش متحمل مسؤوليه اصلا، انا مش أصلاً. عايز، ما بعرفش، ما بقدرش، ده اخري. وحاجه كمان والله، يعني نصيحه للستات مني انا بقى، نصيحه شخصيه يعني، او نصيحه حياتيه انا من خلال خبرتي في الحياه يعني صغننه. الست لما بتعمل خلاص هو بقى فرض عليها ده، انت لما ما بتعمل والحاجات مش موجوده عليها اصلا، يعني حاجات مش عليها خالص خالص خالص، الخناقات تزيد والمشاكل تكتر، وانت ما بتعملش. ايوه حضرتك، ما هو انا ده دورك انت مش دوري انا. فنصيحتي لحضراتكم اعملي بس على القد يعني، ولما تلاقي تقدير كملي، لكن تلاقي انه لا ما بالعكس ده هل من مزيد، لا وقفي، اعملي ستوب بقى، نوقف بقى كل لا اللي انا عندي فكره ثانيه. قولي بقى، ادينا افكار. اعملي شويه واسحبي نفسك شويه، بحيث ان ما يبقاش فرض عين عليكي، وعرفي ما بين ان انت ما بتعمليش وان انت بتعملي اهو، لان احنا عندنا عرف اسمه الحق المكتسب. ايوه انت بقيتي بتعملي خلاص ده بقى فرض علي. بعد فتره انا اتعودت ان انت بتتدخلي، وتعودت ان انت بتصرفي وبتشيلي على فكره بتشيلي. حتى مش مصاريف بس يا دكتور، يعني انا بشوف رجاله هم حتى التفكير في الحياه هم مش شاغلين بالهم. فكري اعملي، مش فلوس يعني في الحياه حتى عموما. طب الولد مثلا هيدخل المدرسه دي ولا دي؟ لا هو مش عايز، مش قادر، هو مش عايز يشغل باله في التفكير. هي الست اللي عودته على ده بقى، هي اما انه اتعود او انه مهما هي عملت هو طبعه كده. ايوه بس الاغلب اللي بيتعود. طب ممكن الراجل لو طبعه كده، ان هو بتبقى فيه رجاله على فكره كويسه جدا، بس هو زي ما حضرتك قلتي هو طبعه كده، هو ممكن من التربيه من الصغر هو متعود ان مامته هي اللي بتعمل كل حاجه عنه، فهو اتعود خلاص. يعني في حد بيشيل عنه الافكار. ايوه ده ممكن يتغير. انت اللي هتفكري. لا ما بيتغيرش. ما بيتغيرش. وكل ست عارفه جوزها بقى، ان اذا كان ده اتعود على كده او انه يعني خدها كده، ان من يوم ما انا اتجوزتك وانت بتاخدي القرارات فكملي بقى للاخر. بس انا شايفه ان الحياه المشاركه اجمل بكتير. والمشاركة بالراحة. صح. أصل في مشاركة بالعنف. لا. وبتدخل في شكل المشاكل وتبقى خناقة. كلمة اللي تمشي، ولا أنا الراجل اللي كلمتي تمشي، لا أنا الست، ما أنا اللي بصرف. لا زي ما حضرتك قلتي بالتفاهم بالتراضي. بشوف بقى يا دكتور إحنا للأسف دي حاجة، هرجع بقى تاني لتبادل الأدوار ما بين الزوج والزوجة. بشوف إن جزء كبير جدا من أو 50%، بلاش أقول يعني هنقول 50 50% من الرجاله شايفين ان هم عيب، هو عنده ممكن اعمل. بشوف مثلا راجل واحده انا شفتها قدام عيني بتقول له ايه، والنبي قوم انشر بس دول علشان انا مش قادره. لا هو ما قالهاش، لا قال لها طب والناس اللي حوالينا، العمارات اللي حوالينا يقولوا علينا ايه؟ يقولوا عليا ايه؟
فشايفه ان الثقافه نفسها بتاعتنا احنا محتاجين نغيرها. ايه المشكله لما تقوم تنشر الغسيل لمراتك؟ ايه المشكله؟ انا مره شايفه واحده يا حبيبتي حامل فبتقول لجوزها لابنها انزل بس اربط له رباط الشوز بتاعته. لا انا راجل. ايوه ايه راجل، ما هي ده ابنك وبتربط له وهي الثانيه بطنها يا حبيبتي قدامها قد كده، فمش شايفه ان فيها اي تقليل. احنا محتاجين نغير ثقافتنا احنا الشخصيه. صح. انه ان الراجل لما يساعد في حاجه البيت ما فيهاش مشكله، يعني دي ثقافه اعتقد احنا محتاجين نغيرها. بصي هي معنى الرجوله كبير بغض النظر عن العمل اللي هيقوم بيه. الرجوله يعني بشيل، ده اللي تربينا عليه، بشيل اي حاجه. لقي الست شايله حاجه تقيله عليها بشيلها. لقي ست في الشارع معرفهاش شايله حاجات ومش عارفه وملخومه مع نفسها بشيلها عنها. شايف مراتي انها تعبانه في شغل البيت ومفيش اي مشكله اني اشيل بمعنى اشيل. هي اي حاجه بقى مفتوحه. صح. فانا شايف اللي قدامي، ما انا برضو الرحمه مطلوبه، يعني احنا ده اساس الجواز. هل بتجيلك يا دكتور حالات زي كده مثلا ست بتيجي تقول لك دكتور الحقيني انا خلاص انا تعبت من كتر الاحمال اللي انا شايلها، هو شايل ايده زي ما بنقول كده بالبلدي من كل حاجه، هو مكبر دماغه. ده كلهم. فانا كلهم صح؟ باختلاف الشيل. طب بتجيلك العكس، الراجل مثلا يقول لك ايه؟ لان خلينا نبقى يعني انا مع الستات، انتوا عارفين خلاص من زمان من قديم الازل انا مع الست، بس انا برضو بشوف في ساعات ستات هي مكبره دماغها تماما. تماما. والدنيا تضرب تقلب، هي ملهاش دعوه. بيجي لك رجاله بقى العكس، يقول لك مثلا هي كزوجه حتى واجباتها الزوجيه هي ما بتعملهاش. يعني البيت والحاجات دي. طب بتتصرفي ازاي في حاجه زي كده يا دكتور؟ بصي بسمع من الاثنين الاول، ولو فعلا وقعت الحادثه ان هي ما بتعملش حاجه وانها اما انها طبيعتها كده او متنصله من المسؤوليه، ما بتحبش تشيل مسؤوليات، او ست مش نظيفه. هي ما عندهاش مشكله ان الدنيا تبقى مكركبه، ما عندهاش مشكله ان اتعودت مثلا في بيت اهلها ان عادي الهدوم مرميه والحاجه، فخلاص ما كملت على كده، ما حاولتش انها تنظم نفسها قوي. فبنصحها اول نصيحه ان حاولي ان انت، وبقول للزوج حاول تساعدها بس على قدر صغير جدا عشان تتعود هي تشيل المسؤوليه. صح. فبلاقي اوقات ستات بتستجيب وعندها ما عندهاش مشكله انها تصلح الخطا. وفي اوقات ستات تقول لك ايه، انا طبيعتي كده اتربيت على كده، يجيب لي خدامه. طب هيجيب خدامه ولا هيجيب حد يشوف الولاد ولا هيجيب حد ولا هيدي دروس ولا هيودي تمارين ولا هيجيب فلوس منين برضه لكل ده؟ فقلت لها هو امكانياته الماديه ما تنفعش، هو يعني بيساعدك بقدر المستطاع، هو برضه الراجل بيشتغل بره البيت، فاوقات بتكون الست برضه يعني ملوده. طيب. على جوزها جاي. لو العكس بقى، نصيحه اخيره للزوجه اللي هي المطحونة اللي هي خلاص هي وبتحب مثلا جوزها ومش عايزة تخرب بيتها وعايزة تكمل الحياة عشان في أطفال و نصيحتك ليها إيه بقى؟ إن هي خلاص هو الزوج اللي هو متنصم إيده، هي تعمل إيه في الحالة اللي زي دي؟ بصي في مثل جميل قوي من زمان قالوه، جوزك على ما تعوديه. أيوه صح. من الأول بقى اللي هتبتدي حياتها ما تعوديش جوزك إن أنت متصدرة في كل حاجة. أصل أوقات ستات تقول لك ليه أنا بعرف أعمل؟ خليه مرتاح، جاي من الشغل تعبان. لا، الحاجات اللي المفروض ان يعملها سيبيه يعملها، يعني لانه بيتعود على كده. صح. لا، ما هي بتعمل بقى خلاص، واللي بيفضل يشيل بيفضل يشيل طول العمر. لا، اللي بيشيل بيشيلوه مدى حياته. ولو جيتي يعني تزعلي، انت زعلتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟ طب ما انت طول عمرك بتشيلي، بتبقى حاجه غريبه. انت بقى اللي حاله شاذه. هو يا حبيبي متضايق ومستغرب. ايوه، ما هو انا قايمه بحاجه مش بتاعتي، فغصب عني بيجي لي وقت ان انا خلاص مش قادر. بدل ما اقعد امن عليه واقول له ده انا ياما شلت وياما عملت وانا شفت في ايام واقعد افكره، لا انا اشيل شويه واسيب ايدي خالص، ماليش علاقه، طالما حاجه مش بتاعتي اسيب ايدي. زي مثلا انت مش بتفضلي ايه بالظبط، زي العربيه انت مش بتفضلي دايسه بنزين على طول، بتشيلي رجلك وتفرملي وتحط هي كده زي السواقه بالظبط، بتشيلي رجلك وزي العربيه المانوال. انا بقعد يسند فرامل، بوازن ما بين الدبرياش والفرامل. ما افضلش دايسه بنزين على طول، ما انا هلبس في الحيط. صح. فعشان ما البس في الحيط افضل اوازن كده واحده 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 لحد ما اللي قدامي يتعود على اني ما بشيلش كل حاجه وما بسيبوش برضه. وانا برضه برؤيتي انا شايفه اللي قدامي عامل معايا ايه، اذا كان هو كويس وعلى اكمل وجه وعامل كل حاجه على قد ما يقدر انا اسند شويه. شايفاه بيجي بيعمل معايا حاجات كتير قوي قوي،
ما لوتش عليه بقى واقول اصله بيشيل، لا برضو انا عندي شويه رحمه، عندي سنس كده ان انا اوازن الامور، ما ينفعش ان انا اديله كل المهام اصله هو راجل، لا برضو انا لا اقدر عليه اعمله، شايفاه مش قادر يصرف وانا معايا فلوس. يعني قصدك ان احنا زي ما بنقول نعمل بالانس يعني سواء الست او الراجل، يا جماعه الراجل برضو لو لقى الست لا عليها احمال كتير وهي عامله كل اللي عليها، لا مفيش مشكله ان انت تسند معاه شويه، والعكس صحيح، الست لو شايفه ان الراجل عامل كل اللي عليه بس خلاص هو ده اخره، فتسد تشيل معاه شويه. في مثل زي ما حضرتك قلتي كده، احنا عايشين على الامثال الشعبيه، القفه مودنين هم بيشيلوها الاثنين، ما ينفعش واحد بس اللي يشيل.